للدول الشقيقة والصديقة. We'll be right back.
ببداية 1985 تم تأسيس المعهد الموسيقي للدرك الملكي تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ليضم إلى جانب الموسيقى العسكرية الجوق الصنفوني والجوق العربي، فتم بذلك اعتبار فرقة الموسيقى العالية والمدرجات داخل الوطن والخارج. لها اتحل المطار للاستقبال والاستفادة من مؤهلات الموسيقيين الأكفاء قبائل وأجانب، يتم استدعاء إطار تجارب الاستمرار مع الدول السابقة والشاغل بين المهام We'll be right back.
مزيد من التشجيعات الثانية للفرقة الأمريكية التي أمتعت وأخذت شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.